السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع محلول فرض الفصل الأول سنة ثالثة متوسط رياضيات. إذا نبدأ بالتمرين الأول. A B C عبارات جبرية حيث صح عندنا الأ هنايا والب والس. شو السؤال؟ احسب وبسط إن أمكن كلا من A B وس. إذا هذا حساب وتبسيط. نبدأ مع العبارة الأولى. أ ماذا يساوي ناقص 4 على 3 قسمة 8 على 15؟ كيفاش نحسبو هادي؟ كسر قسمة كسر، شا نديرو لهم؟ القانون شا يقول؟ كسر زائد كسر توحيد المقام، كسر ناقص كسر توحيد المقام، كسر في كسر عادي، المقام في المقام والبسط في البسط. كسر قسمة كسر، الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. هنا نتبعوا القانون، ناقص 4 على 3 في 15 على 8 في مقلوب الكسر الثاني ويساوي 3 في 8 كسر في كسر نورمال 3 في 8 وناقص 4 في 15 ماذا يساوي؟ إذن ربعة في 15 60 ناقص 60 ربعة في 15 60 والإشارة ناقص في الزائد هذه 15 ما عندهاش إشارة ثم إشارتها زائدة ناقص في الزائد ناقص على 8 في 4 24 نختزلو الكسر نختزلو علاش نقسمو 60 24 نقسمو على 10 24 24 نقسمها نو 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 عفوا نقسمو على 12 نقسمو على 12 60 نقسموها على 12 5 اذا ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2 هذا هو ال A. روحوا للبي أربعتاعش على خمستاعش ناقص سبعة على ثلاثة. هنا توحيد المقامات، توحيد المقام درت كسر كبير معش. إذا نوحدو المقام هنايا مادام درت الكسر الكبير نوحدو غير هنا. ثلاثة فاش نضربوها باش تولي لنا خمستاعش؟ نضربوها في خمسة هاكا باش تولي لنا خمستاعش وهنا خمستاعش المقام واحد. ثلاثة كي نضربوها في الخمسة سبعة تاني نضربوها في خمسة. سبعة في خمسة خمسة وثلاثين تولي لنا أربعتاعش ناقص خمسة وثلاثين على 15 14 ناقص 35 تفرجوا لي فيديو اللي قبل يعني هدرت فيهم كيفاش يعني بلا ما نحفظوا هذه تاع طرح العدد الاصغر من العدد الاكبر والحاصل اعطيه اشاره العدد الاكبر هذه حفظه انا قلت لكم باللي زائد 1 مع ناقص 1 تساوي 0 زائد 7 مع ناقص 7 تساوي 0 يعني نزيدوا 7 ونقصوا 7 0 نزيدوا 20 ونقصوا 20 صفر اذا زائد 14 مع الزائد مع الناقص 14 اللي راهي في 35 تروح شا يبقى الفرق بيناتهم 35 ناقص 14 تبقى لنا 21 ولها اشاره تبقى لنا 21 عدد او رقم سالب يعني ناقص 21 على 15 ناقص 21 على 15 إذا ناقص 21 على 15 نقسمو على 3 على 3 واه نقسمو على 3 على 3 21 على 3 تعطينا 7 ناقص 7 و 15 على 3 تعطينا 5 ناقص 7 على 5 ناقص 7 على 5 ممتاز إذا البي يساوي ناقص 7 على 5 نروحو الآن للسي سي ماذا يساوي خمسة على تسعة زائد عشرة على ستة هنا عندنا جمع معناتها نوحدو المقامات كي نديرو كاين عدد نضربوه في ستة عطينا تسعة ما كاش ثم هنا نضربو تسعة في ستة وستة في تسعة هاي باش نتحصلو على مقام واحد نديرو مقام كبير نضربو تسعة في ستة الخمسة هذه نضربوها في ستة كيما ضربنا هذه في ستة
والستة هذه ضربناها في 9، سما العشرتين نضربوها في 9. 5 في 6 30، والعشرة في 9 90، 90 مع 30 ما خلطهمش. 5 في 6 شحال؟ 30 زائد 10 في 9 90. تسعة في ستة 54، 90 100 120. هذا راه كبير بزاف، لازم لنا ان نصغروه. شو نقسموه على 2؟ نقسموه على 4. نبداو بالربعة. 120 قسمة 4 30، 4 مليحة. 54 قسمة 4، لا 4 لا. سي مع 2، 120 قسمة 2، لا سي مع 6، 2 صغيرة. 120 قسمة 6، 20 ممتاز. 54 قسمة 6، 9 ممتاز. 20 على 9. علاه ما بغيتش نقسم على 2؟ 2 شوفوا 120 نقسموها على 2، شوف 60 بصح 60 تاني تنقسم، اكيد غادي تنقسم. 54 نقسموها على 2، 27 27 تاني تنقسم، فدرت 6 6 يعني احسن باش نوصلوا للنتيجة مباشرة، ما نقعدوش غير نقسموا غير بشوية. 6 يساوي 90 على 20، 20 على 9، 90 على 20، 20 على 9، هذا هو السي. حسبنا وبسطنا وكملنا. دوك اثبت ان ب في ا زائد ا يساوي 1. اذا السؤال الثاني، اثبات ان ب في ا زائد ا تساوي 1. وراه ال ب و ا حسبناهم السه. اذا ال ب صبناه ناقص 5 على ناقص 7 على 5، ناقص 7 على 5. في الاش حصبناه ناقص 5 على 2، في نديرو بين قوسين، في ناقص 5 على 2 زائد ناقص 5 على 2 زائد ا تساوي. نرجعو هنا ونبداو نحسبو. هنا عندنا المقام في المقام في المقام، البسط في البسط. اذا ناقص 7 في ناقص 5 على 5 في 2، ماناش غلطين ماناش غلطين، زائد ناقص 5 على 2 تساوي. اذا هنا عندنا 10، 5 في 2 10، ناقص 7 في ناقص 5، 7 في 5 شحال؟ 35، ناقص في الناقص زائد. زائد في الناقص هنا شحال تولي لنا؟ زائد في الناقص مقوليش انا مكاش ضرب، انا كي نقول لكم ناقص 5 زائد 5 هنا ما تقدروش تضربوا الناقص في الزائد، خاطرش هنا هذه ناقص 5 راهي مجموعه مع زائد 5، بصح هنايا راهي زائد ناقص زائد ناقص تولي ناقص، هذا الناقص المضروبه في هذا الزائد، ناقص 5 على 2. دروك لازم نوحدوا المقامات تساوي 2، شنو نديروا لها باش تولي 10؟ نضربوها في 5، اذا هذه الثانيه نضربوها في 5، شنو تولي لنا؟ 35 على 10 ناقص 10 هنايا، ومن الفوق 25. وتساوي، وحدنا المقام سما نديروه 1، يعني مقام 1 ها هو، لا 35 ناقص 25، 35 نقص منها 25 شحال تعطينا؟ 10 على 10 وتساوي 1. اذا اثبتنا بلي ب في ا زائد ا يساوي 1، ممتاز. الان ننتقلوا للتمرين الثاني. تقاسم 3 أشخاص مبلغ 2000 دينار جزائري، حيث أخذ الأول 1/4 المبلغ يعني ربع المبلغ، والثاني 1/5 المبلغ المتبقي يعني خمس المبلغ اللي بقى بعد ما الأول دار ربع تاعه، صحيح؟ والثالث أخذ المبلغ الباقي. نعاودو، الأول أخذ ربع المبلغ، صحيح؟ الزوج أخذ خمس المبلغ اللي بقى على الأول، والثالث اخذ الباقي. ايا كل واحد شحال ادى؟ اذا حساب المبلغ الذي اخذه كل واحد. الاول، نبداو بالاول نسموه ا مثلا. اذا ا شال، هو ادى ربع تاع 2000 دينار جزائري، اذا 2000 دينار جزائري نضربوها في النسبه اللي اداها، نضربوها في الربع. 2000 دينار جزائري في 1/4 تعطينا 500، حسبوها في الماشينه، تضربوها في 1 تقسموها على 4، ولا مباشره تقسموها على 4 تعطينا 500 دينار
جزائري، هذا هو اللي خداه الاول. الثاني دروك، الثاني نحسبو شحال دا بي، ثاني دا الخمس تاع المبلغ اللي بقى نديرو هنا اولا حساب المبلغ الباقي. شوفوا الاول مور اللي دا هو شحال بقى موراه، حساب المبلغ الباقي. اذا عندنا 2000 ناقص 500 شحال تولي لنا؟ 1500. دروك نحسبو بي المبلغ الباقي ويساوي 1500 في 1/5. فهمتوا؟ حسبنا شحال بقى على الاول ومن بعد ضربناه في النسبه باش نشوفوا الزاوج شحال دا. دروك 1500 في 1 تقعد كيما راهي قسمه 5، اذا الزاوج بدا 300 دينار جزائري. صحيح. دروك نشوفوا الثالث شحال بقى. حساب المبلغ الذي اخذه الثالث ونسموه سي. سي ماذا يساوي؟ اذا سي الاول بعد اللي دا بقات لنا 1500 نيشان، ولا نجيبو كاع ال 2000 الاولى ونقصوا منها الاول شحال دا 500. طيب نزيدو شحال نقصوا منها الزاوج شحال دا 300 هاكا، ولا نجيبو 1500 هذه ونقصوا منها شحال دا منها الزاوجة. فهمتوا؟ كاين طريقتين، ان نجيبو المبلغ الاول ونقصوا منه شدوا منه في زوج الاول والزاوج نصيبو الثالث شحال دا، ولا نجيبو المبلغ الزاوج مورا اللي نقصنا الاول شحال دا ونزيدو نقصوا الزاوج شحال دا. حنا انا جو بريفير هذه، وتساوي 2000 ناقص 500 600 700 800 ناقص 800 دينار جزائري وتساوي لنا 1200 دينار جزائري. اذا الثالث اخذ 1200 دينار جزائري. ممتاز. ننتقل الان للتمرين اللي بعده. بي سي مثلث قائم في حيث بي يساوي 4 سنتيمتر و سي تساوي 5 سنتيمتر. دي محور القطعة بي في النقطة دي ويقطع بي سي في النقطة او. انشئ الشكل المناسب. صح. اذا بي يساوي 4 سنتيمتر. تابعوا معايا. رسمنا 4 سنتيمتر. ا بي دروك ا سي يساوي 5 سنتيمتر والمثلث قائم في ا. نجيبو القوس، نجيبو القوس نصمد الضلع القائم من بعد نحدو الطول تاعه. صحيح. رسمنا القائم. دروك نديرو شحال 5 5 سنتيمتر. هذا هو المثلث ا بي سي. ا بي سي وقائم في ا. دي محور القطعه ا بي وراهي قطعه ا بي في النقطه دي ويقطع بي سي في النقطه او. صح. نرسموا المحور. باش نرسموا المحور لازم نحدوا المنتصف ومن بعد نديروه القائم. اذا نحدد المنتصف كما هكا بلا ما نبدلوا المدور، بلا ما نبدلوا الفتحه تاعه. اذا طحت لنا هنا نروحوا نديروا الزاويه قائمه وهكا يترسم لنا المحور. منتصف الزاوية قائمة. هذا النقطة سموها دي وقالوا لنا يقطع بي سي في النقطة كسموها او. او سب. انشئ الشكل. انشأنا الشكل. اثبت ان ا سي يوازي دي او. اثبت ان ا سي يوازي دي او. ا سي يوازي دي او. صح. احنا اش عندنا؟ عندنا ا سي عمودي على ا بي على خاطر شاهما قالوا لنا اسمها قائم في ا، وعندنا دي محور ا بي سما دي عمودي على ا بي. حسب نظريه التوازي فان او دي يوازي ا
سي. نبداو بالتعبير، تبعوا معايا. تبيان ان دي او يوازي ا سي. تبيان ان دي او يوازي ا سي. اذا لدينا المثلث ا بي سي قائم في ا، نيشان قائم في ا، يعني ا يعني سي ا عمودي على ا بي، يعني ا بي عمودي على سي ا. صح صحيح، ثبتنا بلي هادو متعامدين. شغل بينا خاطر هما قالوا نرسمهم متعامدين. ولدينا مستقيم دي محور ا بي، نديرو الرمز تاع القطعه، هنا الرمز تاع المستقيم بصح هنا الرمز تاع القطعه. يعني كي هذا كامل محور، معناتها دي او راهي عموديه على الابي، يعني دي او راهي يعامد ابي، خاطرش المحور يعامد. بما ان المستقيمين دي او و اسي عموديان على نفس المستقيم اللي هو AB، عموديان على نفس المستقيم AB، فإنهما متوازيان. حسب خاصية التوازي. صحيح. السؤال الذي بعده، هل النقطة O منتصف BC؟ علل. هل النقطة O منتصف BC؟ هل النقطة O منتصف BC؟ علل. النقطة O هل هي منتصف BC؟ إذن اكتبوا النقطة O هي نعم منتصف BC. التعليل شعنا نديرو حسب نظرية مستقيم المنتصفين، لدينا لا حسب نظرية مستقيم المنتصفين، نعم لدينا دي او يوازي ا سي و دي منتصف ا بي في المثلث ا بي سي. الا اجتمعوا لنا هذا ثلاث صوالح، انه كان هذا المستقيم اللي يقطع هذا المستقيم في النصف يوازي الضلع الثالث او المقابل من المثلث، فانه حتما يقطع الضلع الثالث في المنتصف، فان المستقيم دي او يقطع المستقيم ا بي في المنتصف. في المنتصف حسب ماذا؟ حسب نظرية مستقيم المنتصفين. في مثلث يكون مستقيم يوازي المستقيم المقابل للمثلث ويقطع الضلع الآخر في المنتصف، فإنه حتما يقطع الضلع الثالث في المنتصف حسب نظرية مستقيم المنتصفين. اللي بعدها، احسب الطول دي او. حساب الطول دي او، ورا الطول دي او هنا هذا دي او. هذا بما ان دي او هو مستقيم المنتصفين، بما ان دي او هو مستقيم المنتصفين، فان دي او يساوي 1 على 2 ا سي. هذا الطول هو نصف هذا الطول، 1 على 2 ا سي، ويساوي 1 على 2 في 5 ويساوي 2.5 سنتيمتر.
احسب صح. انشئ النقطتين اف و جي نظيرتين دي و او على الترتيب بالنسبه الى النقطه بي صح. نبداو بشويه. انشئ النقطه اف نظيره دي بالنسبه الى النقطه بي. انشئ النقطه اف نظيره دي بالنسبه الى النقطه بي. اها اش نديرو؟ دي نظيرتها اف بالنسبه للنقطه بي. نجيبو المدور طحنا. اذا هذه هي اف و جي نظيرة او على الترتيب جي وراه جي وراه الاو ها ولا الاو كتبنا معليش 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 نكملو. شفتو كيفاش نشئو النظيرة؟ إذا هنا جي. أثبت أن المثلثين بي دي أو هو بشوية نسمو الأول بي دي أو بي دي أو راه مرسوم صح؟ و بي إف جي بي إف جي أثبت أنهما متقايسان ولا أسهل. هذه نظيرة هذه تسمى هذه الأطوال متقايسة. جي نظيرة الأو تسمى هذه الأطوال متقايسة. باش يتقايسون المثلثات شا لازم؟ لازم هذا يكون يساوي هذا. كيفاش؟ لازم الزاويتين هذو يكونوا يعني نفس الفتحة تاع الزاوية. والزاويتين راهم متقايسين علاه؟ لأنهما زاويتان متقايستان بالرأس، متقايستان بالرأس. شنو نقولوا في الإثبات تاعنا؟ تبعوا معايا. إثبات أن المثلثين دي بي إف دي بي عفوا هذه أو دي بي أو و بي إف جي و بي إف جي متقايسان. الاولى بما ان اف نظيره دي بالنسبه اف نظيره دي بالنسبه للبي بالنسبه لبي فان هذا تقايس هذه دي بي تساوي بي اف. ونزيد وبما ان جي نظيرة او بالنسبة للبي تسمى هادي تقايس هادي. بأن جي نظيرة او بالنسبة للبي فإن او بي يساوي بي جي او بي يساوي بي جي. شبقتنا بقدنا الزاوية والزاويتان اف بي جي اف بي نديرو رمز الزاوية فوق البي جي و دي بي اف و دي بي اف متقابلتان بالرأس متقابلتين بالرأس صحيح. قلنا كاع البراهين اللي على جالهم يكونوا مثلثان متقايسان فإن المثلثين متقايسان قويسين. هكا نكون وصلنا لافات على الفيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدركوا على زر الاعجاب تشتركوا في القناة تكتبوا تعليق وتلاقوا في فيديو جديد.